قديس هذا العصر اللي أنا بسميه قديس هذا العصر دكتور مجدي يعقوب، كان بيزور أولا، ركزوا كده في لبسه، أنا حاطة دايرة على الجيب اللي هو السويتشيرت اللي هو لابسه، عليه مفتاح الحياة، الدايرة الزرقاء ده تحتيها مفتاح الحياة. كان بيزور المتحف المصري قبل افتتاحه عشان هيتكلم عنه أو يعمل له دعاية أو يعني يعرف العالم بيه، لأن شخصية زي شخصية مجدي يعقوب العمر 90 سنة أو أكتر، ربنا يديك العمر يا رب، لما يتكلم على المتحف المصري أكيد هيكون له صدى غير أي حد تاني، ولما يلبس مفتاح الحياة ولما يتكلم حتى في اللقاء ده يتكلم عن قيمة مفتاح الحياة اللي هو لابسه ده، يبقى أكيد أكيد مفتاح الحياة ده مسيطر عليه حبا، لأنه من أعظم الأشياء في مصنع الحبيبة في الآثار الفرعونية في معنى مفتاح الحياة، مش هتكلم فيه برضو دلوقتي، لكن إن هو يلبس السويت شيرت ويروح عشان يعمل دعاية، يزور المتحف قبل افتتاحه عشان يعمل دعاية للمتحف بعدين ويسوق له سياحيا، هل حد ممكن كانت الدولة تخليه يعمل الحكاية دي زي مجدي يعقوب؟ طب ليه ما عملتش مثلا لأبو العينين، لحسام موافي، لأي حد ان يعمل الجولة دي ويسوق للمتحف المصري؟ تفرق قوي قوي قوي، تفرق قوي ما بين هذا وهؤلاء. ربنا يحميك يا دكتور مجدي ويحافظ عليك يا رب ويديك الصحة أكتر وأكتر.